اللهم قول لنا عن الشيخ في المسلمين. باب أشراط الساعة. إجمال أشراط الساعة. عن أنس قال: أحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جبريل ما هنا في أخ في حديث جبريل قال: فأخبرني عن الساعة. وصلنا في الحديث الجديد إلى علامة الساعة. قال: أخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنك في علامة الساعة. قال: أخبرني عن مراتها. قال: لن تلد الأمة وحدها، لن ترى الحفاة العراة العادة تبع الشاة يتطاولون في الدنيا. ثم انطلق ذلك نبيا، ثم قال: يا عمر تدري بالسائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أدينوا في البيت علمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن هذا الحديث جامع من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمع عناصر هذا الدين. فبعد أن ذكر تعريف الإيمان وتعريف الإسلام وتعريف الإحسان، سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة. والسؤال ليس عن تعريفها، فالساعة تعريفها أمر عظيم، فهي يوم القيامة، يوم الحشر، يوم النشر، يوم يبعث الناس من قبورهم ويستجيبون للمنادي إذا نادى هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقد عبر الله عن فضاعتها وشناعتها في القرآن بعظم أسمائها، فسماها الله القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وسماها الصاخة، وسماها الطامة، وسماها الآزفة، وسماها القارعة، وسماها الحاقة، وكل ذلك يدل على عظم شأنها. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وبين الله سبحانه وتعالى انشغال المؤمنين بها، فقال: والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. الذين آمنوا مشفقون منها، يخافون خوفا شديدا من الساعة. ولذلك فإن ذكر الساعة هنا مع عناصر الإيمان الأخرى، مع عناصر هذا الدين الأخرى، يدل على أهمية ذلك بالنسبة لكل من أراد أن يتدين الدين الصحيح. فمن لا يخطر أمر الساعة في خلده ولا يدور على باله، لا بد أن يكون من الغافلين. والغافلون محجوبون عن الله في الدنيا، محجوبون عنه يوم القيامة. أما من يفكر في الساعة ويراها أكبر همه ومبلغ علمه وأعظم التزاماته وأعظم مواعيده، يعلم أنها عرض على الله سبحانه وتعالى ووقوف بين يديه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. يوم تبلى السرائر. فلا بد أن يخاف منها وأن يستعظم شأنها وأن تكون على باله دائما. وما أحوجنا في هذا الزمان إلى مراجعة أمر الساعة وتذكر شأنها، فقد أغرق الناس كثيرا في أمور الدنيا وفي
الأسباب وما يتعلق بها، وكل ذلك مبعد عن تذكر الساعة، لأن الدنيا ضرة الآخرة، ولذلك إذا انشغل الإنسان بإحدى الضرتين لا بد أن يغفل عن الأخرى، ولا يمكن أن يعدل بينهما إلا بتذكر شأن الآخرة وعظم شأنها واستحضار ذلك في نفسه دائما. استحضار أمر الآخرة في قلب الإنسان دائما مفيد له في إيمانه وإسلامه وإحسانه، فهو مفيد له في إيمانه، لأن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وذلك هو الإيمان بالساعة. فلذلك إذا كان الإنسان يستحضر الساعة كما كان الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم عن أمر الساعة يظنون أنها آتية غدا ولا ينتظرون أبعد من ذلك، وإذا حدثهم عن المسيح الدجال يظنون أنه قد نزل بطائفة النخل ولا يظنون أبعد من ذلك. فهذا هو حقيقة الإيمان باليوم الآخر، أن يكون الإنسان يستحضره دائما ويرى أنه يمكن أن يأتي في كل لحظة وفي كل جمعة. نعلم أن الساعة لا تقوم إلا يوم الجمعة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. الخلائق جميعا ما عدا الإنس والجن ترهب من يوم الجمعة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه، لأن هذا وقت قيام الساعة، فهي تنتظر الساعة في هذا الوقت بخوف شديد وتلهف. من أغرق في الأسباب وفي وسائل الإعلام وفي تتبع أحداث العالم يغفل عن شأن يوم القيامة، ولذلك ربما استوت عنده الأيام لا فرق عنده بين الجمعة والسبت والأحد. أما من كان منتظرا للساعة ويخاف أن تقوم ويعلم أنها أمر عظيم جدا، بيّن الله عظمه في قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا الأمر العظيم الذي يقتضي حصول هذه الأحداث الجسيمة لا شك أن من غفل عنه فإنما طبع على قلبه وغشاه الرعن. أما من كان أمر الآخرة حاضرا في ذهنه في كل الأوقات فسيزداد إيمانه ويقينه، وقد سبق أن اليقين أعلى درجات الإيمان، وأنه يزداد بكثرة الطاعة والعبادة ويزداد بمراجعة كتاب الله القرآن، ويزداد أيضا برؤية عجائب المخلوقات، كما قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالملكوت الأمور الخفية والملك في الأمور الظاهرة، فإبراهيم أراه الله ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، فأراه كيف يحيي الموتى، أمره أن يأخذ أربعا من الطير وأن يذبحها وأن يقطعها وأن يجعل على كل جبل منها جزءا وأن يناديها فاجتمعت إليه، فرأى كيف يحيي الله الموتى مباشرة عيانا بيانا. وكذلك أراه الله فداء ولده بعد أن أرجعه للذبح وهو موقن أنه تحت رجله، أن صفحة عنقه تحت رجله، فأغمض عينيه رحمة، فلما حل عينيه إذا إسماعيل قائم وإذا هو قد ذبح كبشا كبيرا فداه الله بذبح عظيم لا يدري من أين أتى، فهذا يزيده يقينا. وهكذا في كل ما أراه الله سبحانه وتعالى من العجائب: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كذلك فإن تذكر أمر الساعة يزيد الإنسان في الإسلام، فهو يزيده عناية بصلاته وطهارته، ويزيده عناية بزكاته وصدقته، ويزيده عناية بصيامه، ويزيده عناية بحجه وعمرته، ويزيده عناية بجهاده وتضحيته،
فهو يزيد الإنسان عناية بكل ما يقدمه لآخرته، لأنه يعلم أنه سيوضع الميزان بين يديه، له كفتان ولسان، وتوزن فيه الأعمال بمقاييس الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يتذكر القيامة في كل شأنه يتذكرها عند صلاته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، فيقول إذا تقدم للصلاة يقول للناس: صلوا صلاة مودع. وكان يقول أيضا كما ثبت عنه: إن المصلي يناجي ربه فلينظر أحدكم بما يناجيه. فحينئذ سيتقن الإنسان صلاته، إذا ظن أنها آخر صلاة يمكن أن يصليها فيصلي صلاة مودع، إذا علم أنه في صلاته يناجي الله جل جلاله وأن الله يستمع إليه ولا يشغله أحد عن أحد، فالمصلي الذي يصلي في هذا المسجد لا يشغله عنه المصلي الذي يصلي في أي مسجد آخر، والذي يصلي في الأرض لا يشغله عنه الذي يصلي في السماء، وهكذا الخلائق جميعا يناجونه ويجيبهم جميعا. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وفي لفظ: فوض إلي عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هؤلاء بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا كل عبد يصلي يقرأ الفاتحة يجيبه الله جل جلاله، فلا يشغله أحد عن أحد ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. فاستحضار الإنسان للقيامة ينفعه في صلاته، في إتقانها وإحسانها وفي طهارته، لأنها من السرائر التي تبلى يوم تبلى السرائر، وينفعه كذلك في إتقان زكاته وصدقته، فالناس عند الحشر مستظلون بظل صدقاتهم، فمن مستقل أو مستكثر يوم تدنو الشمس فتكون كالميل وتكور فوق رؤوسهم ويشتد بهم العرق حتى يسيح في الأرض ثم يرتفع فوقها. فمن الناس من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى تندوتيه أي إلى ثدييه، ومنهم من يصل إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فإذا كان الإنسان يشعر في الدنيا بشدة الحر وثقله على نفسه وتضرره به، فكيف بحر يوم القيامة الذي يصل منه العرق إلى هذا المستوى؟ فلا بد من استحضار شأن الساعة فيما يتعلق بالصدقة، لأنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهي ظل الإنسان يوم القيامة. وكذلك في صيام الإنسان، فإن مما يعين الإنسان على إحسان صيامه أن يتذكر ظمأ الناس يوم القيامة في يوم الموقف العظيم: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم كله قيام ليس فيه جلوس ولا اتكاء ولا اضطجاع ولا نوم ولا راحة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فاستحضار الإنسان لذلك مقتضي منه أن يتقي حر القيامة بصيام يوم شديد الحر، وكذلك إتقانه لحجه وعمرته مما يعينه عليه تذكره ليوم القيامة ويوم الحشر، وهو يرى الناس يحشرون في هذه المشاعر ويستغرب من كثرتهم واستجابتهم لنداء إبراهيم عندما أمره الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكيف بالحشر؟ الحشر إلى الله جل جلاله عندما تبدل الأرض غير الأرض،
وتطوى السماوات فهي يومئذ واهية تشقق، يسمع الناس صوت تشققها من فوقهم ويسمعون طي الأرض من تحت أقدامهم بعد أن تنفض نفض الجراب ويخرج منها كل ما فيها من الأجداث وكل ما فيها من الكنوز وكل ما فيها من المخفيات، فتبس بسا وبعد ذلك ينطلق الناس إلى الساهرة وهي دائرة كالكرسفة البيضاء، يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، ليست كبيرة كما نتصور بل هي صغيرة، يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، يحشر إليها الأولون والآخرون كالجراد المنتشر وكالفراش المبثوث. الفراش ترونه عندما يوقد النور في الظلماء كيف يبث الفراش على ضوء السيارة أو على ضوء عمود الكهرباء، يحشر الناس في هذه الأحجام وفي هذا القدر، منهم من يكون كالجراد ومنهم من يكون كالفراش، ويحشرون جميعا في الساهرة من أولهم إلى آخره. كذلك مما يعين الإنسان على إتقان جهاده لله سبحانه وتعالى وتضحيته وبذله تذكره ليوم القيامة، وأن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قاتل حتى قتل فدعاه الله فعرفه نعمته عليه فعرفها فقال فما عملت فيها؟ قال يا رب جاهدت فيك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، ويقول الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع فقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ورجل آتاه الله العلم فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها فقال فما عملت فيها؟ قال يا ربي علمت فيك العلم، فيقول الله كذبت، ويقول الملائكة كذبت، إنما علمت ليقال عالم فقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ورجل آتاه الله مالا فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها فقال فما فعلت فيها فما عملت فيها؟ فيقول يا رب ما تركت وجها تحب أن ينفق فيه المال إلا أنفقته، فيقول الله كذبت، ويقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد فقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيرمى في النار. فهؤلاء الثلاثة ثلاثة أصناف وليسوا ثلاثة أشخاص، وهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فتذكر ذلك مقتضي من الإنسان الإخلاص في جهاده لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فقيل له الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليري مكانه فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الشهداء: والله أعلم بمن يقتل في سبيله. على هذا من الخفيات التي يعلمها علام الغيوب جل جلاله. فمما يزيد الإنسان في جهاده وتضحيته وبذله لإعلاء كلمة الله تذكره لأمر الساعة واستحضاره لهذا الشأن العظيم. وكذلك مما يعينه على الوفاء بذمته وحسن تعامله مع الناس وصدقه في التعامل معهم تذكره للقيامة والوقوف بين يدي الله، وأن الخلائق جميعا سيفصل بينهم، فذلك هو يوم الفصل. وهذا اليوم الذي هو يوم الفصل يقتص فيه للشاة الجماء من الشاة القرناء. أنتم تعرفون أن البهائم غير مكلفة، الشاة الجماء التي ليس لها قرون تنطحها الشاة القرناء في الدنيا، ففي يوم القيامة تبعث الشاة الجماء وتبعث الشاة القرناء حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء وتعود بعد ذلك ترابا. هذه البهائم لا ليست محشورة إلى الجنة ولا إلى النار، بل تحشر لإقامة العدل فقط، لأن الله جل جلاله هو الحكم العدل فيقيم العدل بين هذه الخلائق جميعا حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. فإذا كان هذا في البهائم فكيف بالأناسي
بل البشر الذين هم مكلفون وعليهم ملائكة يكتبون، فلا شك أن حسابهم أمر عظيم، وأن من نوقش الحساب عذب كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان ذكر الساعة مع ذكر الإيمان والإسلام والإحسان أمرا مهما نافعا لكل من يريد أمر الدين. فلذلك جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان بعد أن أتم هذه العناصر الثلاثة المهمة التي هي أركان عناصر الدين، سأله عن الساعة، قال فأخبرني عن الساعة. هنا كان بالإمكان أن يكون السؤال متجها إلى كيفية قيامها، وهذا أمر غيبي لا يمكن أن يدرك بالحس، فلذلك لا يمكن أن يجيب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. هذا من الأمور التي لا يدركها الحس، أمر الساعة لا يدركه الحس، ويمكن أن يكون المسؤول عنه وقت قيامها متى تأتي الساعة، وهذا الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السؤال هنا أو اتجه إليه في الجواب، لأنه من المهم أن كثيرا من الناس دائما يستعجلون قيام الساعة ويسألون عن وقت قيامها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن وقت قيامها لا يعلمه إلا الله. فإسرافيل المكلف بالنفخ في الصور قد التقم القرن الآن وأصغى ليتنا، رفع أحد شق رقبته ينتظر الإذن له بالنفخ في الصور نفخة الفزع التي إذا سمعها الخلائق صعقوا جميعا، ولكن لا يدري متى ذلك، فلا يمكن أن يعلم وقتها إلا الله، فهي من مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله. قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالآية الأخرى في سورة لقمان، وهي قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد سبق أن بينا أن الغيب ينقسم إلى قسمين، منه غيب حقيقي وغيب نسبي. فالغيب الحقيقي كوقت قيام الساعة فهذا يبقى غيبا أبدا، والغيب النسبي ما يكون غيبا في وقت من الأوقات دون غيره، أو يكون غيبا عن بعض الناس دون بعض. فجلستنا هذه من كان معنا في المسجد فهي من عالم الشهادة في حقه وليست من عالم الغيب، لكن من كان خارج المسجد فهي من عالم الغيب في حقه. فهذا الغيب النسبي بالنسبة لبعض الناس دون بعض. وكذلك بقية هذه المقاليد الخمسة الأربعة الباقية غير الساعة فإنها تكون غيبا حقيقيا في وقت من الأوقات، ثم تنتقل إلى غيب نسبي ينزل الغيث، فهذا من الغيب الحقيقي في أصل قسمة الأرزاق، لكن في ليلة القدر قسم الله بهذه السنة وكتب ما ينزل من الأمطار، فعلم الملائكة المكلفون بذلك قدره، فأصبح غيبا نسبيا لأنه ليس غيبا بالنسبة للملائكة الذين كلفوا به والذين كتبوه. ويعلم ما في الأرحام، هذا أيضا الآن غيب حقيقي قبل أن يأذن الله بوجود النطفة في الرحم، فإذا أذن بذلك فإنه يكلف ملكا بها فيقول يا ربي مضغتنا يا ربي مضغتنا وغير مضغة فيقول مضغة، فيقول يا ربي مخلقتنا وغير مخلقة فيقول مخلقة إلى آخره. وعندما يكمل الإنسان 4 أشهر في بطن أمه يرسل إليه الملك المكلف به فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهذا الملك حينئذ عرف أجل الإنسان، وحينئذ ما في الأرحام قد علم بالنسبة لذلك الملك، فهذا أصبح من الغيب النسبي. وما في الأرحام ليس المقصود به فقط معرفة حصول الحمل أو حياته أو تعدده أو غير ذلك وهو ذكر أو أنثى، هذه أمور أيضا إذا كشفت عن طريق الأجهزة
وعن طريق الكشف بالأشعة فليست غيبا حينئذ، إنما هي من عالم الشهادة في ذلك الوقت، فيكون هذا من الغيب النسبي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذه الأرزاق في أصلها من الغيب الحقيقي ثم تنصرف إلى الغيب النسبي بمجرد بلوغ الإنسان 4 أشهر في بطن أمه، لأن الملك يكتب رزقه وأجله وعمله. وكذلك ما تدري نفس بأي أرض تموت، الآجال مكانا وزمانا هي في الأصل من الغيب الحقيقي، ولكنها تنصرف إلى الغيب النسبي عندما يعلم الملك ذلك، الملك المكلف به ذلك. فملك الموت يعلم من سيقبض روحه في المكان الفلاني في الوقت الفلاني. وقد جاء أن ملك الموت جاء إلى سليمان عليه السلام فكان يناجيه، فرأى فتى من بني إسرائيل، فكان ملك الموت ينظر إليه نظرا حادا، فارتاع منه الفتى، فسأل سليمان أن يحمله على الريح إلى بلاد الهند لخوفه من الملك، ملك الموت. فحملت الريح في ذلك الوقت، فابتسم ملك الموت فسأله سليمان عن ذلك، قال لقد أمرت بقبض روحه في الساعة الفلانية في بلاد الهند، فتعجبت من وجوده عندك هنا في الشام، فحقق الله ذلك. فلذلك يكون هذا غيبا حقيقيا في وقت ثم ينتصره إلى غيب نسبي في وقت آخر. فلذلك لا شك أن تأخير السؤال عن الساعة بعد ذكر الإسلام والإيمان والإحسان في هذا الحديث مقصود ومهم، وأنه ينفع في كل هذه العناصر ويزيد الإنسان فيها يقينا وتصديقا وإتقانا للعبادة. وبهذا يعلم أن هذه العناصر 4 يشملها الدين، عنصران علميان وعنصران عمليان. فالعنصران العلميان الإيمان والساعة، شأن الساعة، والعنصران العمليان الإسلام والإحسان، الإسلام عمل البدن والإحسان عمل الروح. فبذلك يكون الدين مغطيا لكل ما آتانا الله سبحانه وتعالى من القوى ومن النعم كلها، فكلها يشملها هذا الدين ويغطيها. قال فأخبرني عن الساعة، ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول أيا كان ليس المقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم، والسائل أيا كان ليس المقصود به جبريل، بل أي مسؤول عنها يسأله سائل عنها فليس المسؤول أعلم من السائل أبدا، لأن وقتها لا يمكن أن يعرفه إلا الله جل جلاله. ولذلك في سورة الأعراف يقول الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. ولذلك قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو قال له لست أعلم بها منك لكان ذلك غير مانع من أن يكون غيرهما على علم من شأنها، لكن لما قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل شمل ذلك الخلائق جميعا، ملائكة وأنبياء وإنسا وجنا، فكل منهم لا يعلم وقتها، لا يعلمها إلا الله، لا تأتي إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. هنا قال فأخبرني عن أماراتها، هذا في حديث عمر هنا في صحيح مسلم. أما حديث أبي هريرة في صحيح البخاري فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرض ذلك على جبريل وقال وسأحدثك عن أسراطها. ولكن لا إشكال في الجميع، فلا شك أن الذي قد أيس من معرفة وقت قيامها يحتاج إلى أي شيء
يقرب ذلك، لأن المقصود بوقت قيامها ليس فقط علم، بل المقصود به ما يترتب على ذلك من العلم، وهو حصول الخشية والإشفاق. حصول الخشية والإشفاق يحصل بمعرفة أشراطها. فمما يزيدنا إشفاقا من القيامة معرفتنا لأشراطها. إذا رأينا أي شرط من أشراطها فإن ذلك مقتضي منا للخوف الشديد، كما قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذا مما يخوف الناس، طلوع الشمس من مغربها أمر هائل، خروج الدابة في أعظم المسجدين حرمة في رمضان من صدع خلف الصفاء لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب، هذا أمر مروع مفضع. رفع القرآن ومحوه من المصاحف والقلوب، هذا أمر مفضع. خروج المسيح الدجال، هذا أعظم فتنة بين خلق آدم وقيام الساعة. نزول المسيح ابن مريم وقت صلاة الفجر عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، يمينه على ملك وشماله على ملك، إذا رفع رأسه تحدر منه من الجمان، وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من ديماس. لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. هذا حدث عظيم كبير. خروج يأجوج ومأجوج من جهة المشرق، وهم خلق عظيم لا يدان لأحد بقتالهم. تمر طائفتهم الأولى على بحيرة طبرية فتشربها، فيمر من بعدها فيقولون: قد كان هنا يوما ما. هذا أمر عظيم جدا. فأشراط الساعة كلها عظيمة، ولذلك الخسوف الموعود بها خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ليست من الخسوف العادية، بل هذه خسوف متزامنة في وقت واحد، وأمرها عظيم مؤثر تأثيرا بالغا. وكذلك النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، هذه أمرها عظيم جدا. فهذه الأشراط الكبرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له الأشراط الكبرى لأنها قريبة من الساعة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أي واحدة منها جاءت فالتي بعدها على أثرها، وذلك يدلنا على تلاحقها وتقاربها. فذكر له غيرها من الأشراط التي تأتي قبل الساعة بمدة ووقت. هذه الأشراط قسمها أهل العلم، أشراط ساعة عموما، إلى ثلاثة أقسام: أشراط كبرى كهذه المتصلة بالساعة التي ذكرنا، وقد قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع: والأشراط ذات الشان طلوع شمسنا ومعها القمر من مغرب بعد ثلاث تنظر، ويخرج الدجال، ثم ينزل عيسى، وفي رملة لد يقتله، والخسف والدابة والدخان، وبعد هذا يرفع القرآن. فهذه الأشراط الكبرى، وترك منها يأجوج ومأجوج والنار التي تخرج من عدن. لكن القسم الثاني الأشراط الوسطى التي ليست متصلة بالساعة تماما، ولكنها في آخر الزمان، في آخر هذه الأمة، وهي التي يسميها أهل العلم بالفتن والملاحم، وهي لا شك من المرققات التي ترقق القلوب، ومن المواعظ التي تعظ الناس عن معصية الله وتردع من في قلبه إيمان. ولذلك البخاري رحمه الله في الصحيح عقد كتابا قال: كتاب الرقاق. الرقاق معناه الأخبار التي ترقق القلوب، التي هي مواعظ وعبر، وألف عدد من المؤلفين في ذلك. عبد الله بن المبارك ألف كتاب الزهد والرقائق، جعل الرقائق مع الزهد، والإمام أحمد ألف كتاب الزهد ذكر فيه كثيرا من الفتن والملاحم، نعيم بن حماد ألف كتاب الفتن والملاحم، أسد السنة ألف كتاب الزهد، وكيع ألف كتاب الزهد،
ابن أبي الدنيا ألف كتبا كثيرة فيما يتعلق بالملاحم والفتن، كثير من المؤلفين ألفوا في هذا الباب لأنه مما يرقق القلوب ويعظها. هذه الفتن والملاحم هي التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها هنا. القسم الثالث هو الأشراط الصغرى، معناها التي هي تدل على قيام الساعة ولكنها ليست أيضا قريبة منها، وهي مثل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعث هو الساعة كهاتين، معناه كالإصبع الوسطى والسبابة، الفرق بينهما يسير دائما في حق كل إنسان. الغالب الإنسان السوي تكون سبابته هو أقصر من مصطاه بشيء يسير، فهذا الفرق بين بعثته وبين قيام الساعة. ولذلك في الدجال لما لقيه تميم الداري وصحبه سألهم أبعث محمد؟ قالوا نعم. وسألهم عن نخل بيسان هل أثمر؟ فقالوا نعم. فسألهم عن عن بعض الأمور في جزيرة العرب كبير بيسان والنخل صغرى، فأجابوه بما علموا. هذه أمور قد حصلت، ومن ذلك ما بين النبي صلى الله عليه وسلم من فتح العرب لبلاد الفرس والروم وانتشار هذا الدين حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأن يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. هذه أشراط صغرى، وهذه الآن كل يوم يأتي منها شيء، فقد سبق منها شيء كثير، ولكن مع ذلك كل يوم نشاهد منها أشياء. فتبعج بطون مكة كظائمة، وأن يكون بنيانها يطاول جبالها، هذه أمور نراها نحن في واقعنا. أن يحدث الإنسان مقلوط صوته بما أحدث أهله من بعده أو بأخبار أهله، هذا الهاتف الآن محمول على قدر مقلوط الصوت، وكثير من الأمور التي نشاهدها هي من هذا القبيل، حصار الشام، حصار العراق، غير ذلك من الأمور الكبيرة. أما هذه الأشراط التي هي الوسط فهي التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ليست متصلة تماما بالساعة، ولكنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمن طويل، وهي التي نراها أيضا في واقعنا. فقال فحدثني عن أماراتها، والأمارات جمع أمارة، والأمارة بفتح الهمزة هي العلامة، وتسمى شرطا بالتحريك، وجمعه أشراط وأشراط الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها، هذا من هذه الأشراط والعلامات، أن تلد الأمة ربتها. وفي حديث أبي هريرة أن تلد الأمة ربها، وقد اختلف أهل الحديث في تفسير هذه الجملة، فقيل المقصود بها أن تكثر الجواري والسراري ويستولدها الناس، وقد حصل ذلك في صدر هذه الأمة عند انتشار الفتوح ودخول الناس في دين الله أفواجا، وأصبح أولاد الجواري ذوي عدد كثير في أيام الصحابة ومن بعدهم. وقيل المقصود به هشو العقوق وعدم طاعة الآباء والأمهات، وأن يظهر ذلك في الناس، فيكون الولد كأنه رب أي مالك لأمه وأبيه، يأمر وينهى، وهذا من هشو العقوق، وهو لا شك من نقص الدين العظيم. فإن حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى في عدد من الآيات، كقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وكقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأوصى الله بالإحسان إلى الوالدين، فقال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فبر الوالدين إنما هو ناشئ عن الدين، فمن لا دين له هو الذي لا يبر والديه لا دين له، ولذلك لا يدخل الجنة
عاق لوالديه لا يمكن أن يدخل الجنة أصلا، ومعنى ذلك أنه ستسوء خاتمته عند الممات عائذا بالله. من كان عاقا لوالديه تسوء خاتمته، حتى لو كان من أهل الإسلام في الدنيا تسوء خاتمته فيموت على سوء الخاتمة، لأنه لا يدخل الجنة أبدا عائذا بالله من ذلك. تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه علامة أخرى، وهي علامة مركبة من جانبين. الجانب الأول أن يفيض المال ويكثر بين الناس حتى لا يحسنوا التصرف فيه، فينفقونه إنفاقا في غير مهماتهم وضرورياتهم. المال إذا فاض وكثر فإنه سينفق على أمور هي من جنس الرفاهية والناس مستغنون عنها. فالآن التصنيع، الصناعة أصبحت ذات وفرة وطفرة في زماننا، لكن أصبح التصنيع متجها في كثير من الأحيان إلى أمور الناس في غنى عنها، يريدون الآن الاستغناء عن اليد العاملة، معناه يكون الإنسان معطلا. إعداد القهوة له ماكينة، غسل اللواني والصحون له ماكينة، كل شيء له آلة، فيكون الإنسان معطلا ما له شغل، كل الأشغال أصبحت ميكانيكية. فهذا هو من وفرة المال وطفرته وانتشاره. لكن التركيب في ذلك أن يكون من لا يحسن صنعة ولا عملا ولا يرث مالا، وقد كان بهذه الدرجة من الفقر فجأة يستغني. قال أن ترى الحفاة العراة، معناه من كانوا حفاة عراة عالة، وقال رعاء الشاء أي أنهم من أهل البادية وليسوا من أهل الحاضرة، فأهل الحاضرة أقرب إلى الرفاه والغنى والتمول من أهل البادية في الأصل. فترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والمعنى يتطاولون أي إذا بنى أحدهم بنيانا طويلا يقول جاره لا بد أن أبني أطول من هذا، فيبني أطول منه، فيأتي الآخر فيقول لا بد أن أبني أطول من هذا، وهكذا فيقع تطاوله البنيان. تطاوله البنيان إذا لم يكن لهدف ولا ليس فيه مصلحة، لم تكن الأرض ضيقة، كانت الأرض منتشرة واسعة وليس فيه مصلحة اقتصادية، من ناحية أنه قد يكون الدور الأعلى أسهل من إنشاء دور على الأرض، لكن أن يكون هذا التطاول من غير مصلحة ومن غير حكمة أصلا، بل هو لمجرد الخيلاء والتباهي، هذا هو المذموم، وهو من أشراط الساعة. ترى الحفاة العالة رعاء الشاء، الحفاة العراة، الحفاة الذين لا يلبسون نعالا، العراة الذين ليس لهم ما يستر عوراتهم، العالة أي الذين ينفق عليهم من سواهم وهم عالة على غيرهم، رعاء الشاء هذا وصفهم أنهم ليس لهم مهنة يشتغلون فيها في الأصل، فرعاية الشاء هي من أقل المهن تكلفة يحسنها كل أحد، بخلاف رعاية الإبل فإنها محتاجة إلى القوة والصلابة، وكذلك رعاية البقر فهي محتاجة أيضا إلى قوة، وكذلك ترويض الخيل فهو محتاج إلى قوة ونشاط. أما الشاء فرعايتها لا تحتاج إلى كبير قوة في البدن، ولا إلى كبير تفكير في العقل، ولا إلى ثقافة وعلم، لا تحتاج إلى دراسة. فلذلك وصفهم بهذا، فهم أميون لا يحسنون القراءة ولا الكتابة، وهم جاهلون بتدبير أمور معاشهم ودنياهم، ولهذا يتطاولون فيفسدون المال في غير فائدة تعود عليهم أو تعود على غيرهم بالنفع. ولذلك قال يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. هنا انطلق جبريل بعد أن ذكر هذه الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم وسمع جوابها. وهذا فيه علم مهم، وهو أن من جاء يطلب علما لا بد أن لا يسعى لضجر من يطلب منه، فإذا جلس معه وسمع منه فلا معنى لأن يتبعه أيضا في خروجه من مكان الدرس ويلازمه، هذا غير مطلوب. ابن مسعود كان يدرس في مسجده
في الكوفة فتبعه أقوام من أهل الدرس فقال ارجعوا فإنها فتنة على المتبوع مذلة للتابع، ذلة للتابع وفتنة على المتبوع، فنهاهم عن ذلك. فجبريل هنا انطلق فلم يزعج النبي صلى الله عليه وسلم بملازمتك كبشر، لأنه البشر يحتاجون إلى خلوات وإلى راحة وإلى أوقات، لذلك ثم انطلق. فلبثت مليا أي مكث عمر وقتا، وهذا الوقت ليس بالكثير ولا بالقليل، فالملي في الأصل يطلق على الوقت أيا كان سواء كان كثيرا أو قليلا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال أتدري من السائل، معناه أنه ما زال حاضرا في ذهن عمر السائل، لأن ليس المقصود أنه طيلة هذا الملي لم يسأله أحد سواه، بل المقصود هذه الأسئلة المهمة النافعة التي أفادتك وحضرت في ذهنك، وهذا تذكير له بهذا العلم، فالعلم يحتاج إلى المذاكرة، فلذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تذكير له بالأسئلة والأجوبة معا، هي بمثابة مراجعة ومذاكرة للدرس. أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهذا هو الأدب، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون الله أعلم فيما جهلوا، كل ما يجهله الإنسان يحيل علمه إلى الله جل جلاله. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من علمه يحال إليه أيضا، فعمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال له الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإنه أي هذا السائل الذي لم تعلمه لم تعرفه، وقد وصفه عمر في الحديث بأنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، قال له فإنه جبريل. وجبريل هو أمين الله على الوحي، وهو من أعظم الملائكة خلقة، فله 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. وقد سبق الكلام في الصورة التي يأتي فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي في صورة دحية، تارة في صورة رجل مجهول، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في ذلك، هل يعدم بقيته أو أن الله يستر بقيته أو أنه يأتي بروحه لا بجسمه أو بعالم المثال، قد سبقت أقوال أهل العلم في ذلك. ولفظه أيضا فيه لغات أوصلها ابن تيمية رحمه الله إلى 29 لغة في اسم جبريل، فإما أن تكون باللام وإن يكون الاسم باللام أو بالنون جبريل وجبرين، ثم أن يكون الجيم مكسورة أو مفتوحة، ثم أن يكون بالمد أو بالقصر جبرائيل أو جبرائيل إلى آخره، فيحصل من ذلك من الضرب 29 لغة. إنه جبريل وأتاكم، فمجيئه هنا ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان آتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجاءه بالوحي وعلمه ولجاءه بما هو معروف لديه، فهو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال، وإنما أتاكم يا معشر الشاهدين يا معشر الصحابة يعلمكم. فهذا دليل على أن حسن السؤال إنما هو تعليم. جبريل لم يعلمنا هذه الأمور، وإنما علمنا كيف نسأل وكيف نتعلم، وهذا من أهم الأمور في التعلم. والناس يقولون علمه كيف يصطاد ولا تصطد له، فهذا أدب السائل وطريقة السؤال، هذا نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم، كما أخرج أبو عمر بن عبد البر عن أبي الدرداء رضي الله عنه. فلذلك قال أتاكم يعلمكم دينكم. وقد سبق تعريف الدين، وأنه في اللغة يطلق على العادة وما يتعوده الإنسان ويراجعه دائما، كما قال امرؤ القيس كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل. ويطلق على الجزاء، ومنه يوم الدين أي يوم الجزاء، ومنه الديان أي المحاسب المجازي. لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني، دياني أي مجازية.
ويطلق الدين على ما يتعبد به لله سبحانه وتعالى، فيقال دان فلان لله جل جلاله بمعنى ذل له في الأصل، والطاعة مذلة لله سبحانه وتعالى وانقياد لأمره. فدل ذلك على أن الدين يشمل كل هذه العناصر، وهي العناصر الثلاثة السابقة: الإسلام والإيمان والإحسان، والعنصر المتمم الذي هو الجانب المتعلق بأشراط الساعة. وهنا تنبيه، وهو إلى أن الناس فيما يتعلق بأشراط الساعة والفتن والملاحم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الموغلون أهل الإفراط الذين يبالغون في الانشغال بأشراط الساعة والبحث في أحاديثها في ضعيفها وموضوعها وحسنها وصحيحها، وكل شغلهم أو جله مصب إلى هذا الاتجاه، وهؤلاء يعطلون أعمالهم. هذه أمور قدرية، إذا عرفتها تعلم أنها ستقع، وأنت لست مكلفا بأن تأتي بالساعة ولا أن تطلع الشمس من مغربها ولا أن تأتي بالمسيح الدجال، هذه ليست داخلة في التكاليف، هذه أمور تعلمها ولا تعمل بها، فلذلك الإغال بها غير محمود. تعلم منها ما يزيدك خشية، ما يزيدك إشفاقا، ما يزيدك يقينا، ما يزيدك علما إذا رأيته وعرفته، ولكن لا توغل فيها بحيث تعطل أعمالك التي هي من تكاليفك. القسم الثاني: المعرضون عنها وهم المفرطون الذين لا يهتمون أصلا بأشراط القيامة، ولا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم ولا يهتم بها، وهذا الأمر كأنه لا يعنيهم، وهؤلاء هم الغافلون الذين طبع الله على قلوبهم فقست قلوبهم وأعرضوا عن الساعة واهتموا بأمور الدنيا. وهذا الاهتمام بشأن الدنيا هو مرض من أمراض القلوب، فمن آثرها وأحبها وتعلق بها كان ذلك سبب كل أمراض القلوب، فالرياء والعجب والبخل والجبن ورؤية الفضل على الغير والكبر والحسد، هذه كلها من أمراض القلوب ناشئة عن حب الدنيا، فحب الدنيا هو أصل أمراض القلوب. لذلك يقول العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: وأصلها، أي أصل أمراض القلوب، حب الدنيا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها، عالج بمن في جمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي. بينما هم دارجوا مراقي زهرتها يتنعمون في زهرات الدنيا وينشغلون بها، إذ هجمت حلاقي، هجم عليهم الموت. حلاقي علم على الموت، وهو مبني على الكسر كفعالي علما، مبني على الكسر فعالي علما مؤنثا كما قال ابن مالك. فحلاقي علم على الموت، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي. فالقسم الثالث هم الذين يتعلمون أشراط الساعة ولا يعرضون عنها، ويشفقون من قيام الساعة ويخافون منها، ولا يعطل ذلك أعمالهم، ولا يوغلون في تتبع الأحداث ووضع السيناريوهات لأشراط الساعة، بل يتعلمون من ذلك ما يزيدهم إيمانا وإتقانا ويقينا وصدقا، وما سوى ذلك لا يشغلهم على أعمالهم، بل يبادرون للطاعات، حتى لو قامت الساعة ونفخ في الصور والإنسان قادر على أن يغرس فسيلة في يده يغرسها. فهذا سأضرب لكم له مثالا يبينه، وهو مثال الموت. فالساعة نوقن بها كما نوقن بالموت، فنحن نؤمن أننا ميتون، هذا الموت يؤمن به المؤمن والكافر والمنافق جميعا يؤمنون بالموت، هذه عقيدة لا ينكرها أحد. لكن هل من العقل أن ننشغل فقط بالموت وأن نبقى نبكي على أنفسنا ولا نعمل أي عمل، ونقول كيف نبني بيتا ونحن ميتون، كيف نتاجر ونحن ميتون، كيف نعمل ونحن ميتون، كيف نجمع لمن يرثنا وراءنا؟ لا، ليس هذا من العقل، بل الموت لا يمنع الإنسان من العمل والإنتاج
وأن يترك نفعا لغيره. ومثل ذلك أيضا الذي يغفل عن الموت ولا يقدم لنفسه شيئا هذا مذموم أيضا. فالحد الوسط هو المطلوب الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. من ذكر الموت أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، فما ذكر في سعة إلا ضيقها وما ذكر في ضيق إلا وسعه، هذا المطلوب. أما الإعراض عن ذكر الموت مطلقا وأن يكون الإنسان يغضبه ذكر الموت ويفر منه هذا دليل على النفاق، ولهذا لا بد من هذا الحد الوسط في شأن إشراط الساعة وفي شأن الموت. وجبريل أتاكم يعلمكم دينه، هذا هو تعليم أمر الدين. والله يكرمكم. بهذا أكملنا إن شاء الله تعالى حديث جبريل. وبما أن لدينا درسا آخر في أصول الفقه في الموافقات فنقتصر على هذا القدر الليلة من الحديث ونبدأ في حديث الموافقات. تفضلوا. بسم الله. ويكتب عليه خليه يكتب. تكتبوا عليه. ما يكتب. أين وصلنا؟ كل فصلنا كل مسألة. هذا المكان اللي وصلنا إليه. ها؟ تفضل عبد الرحمن. قلنا آخر شيء وصلنا إليه. ها؟ ما أسمع. ها؟ إيه نعم. طيب. آخر شيء قرأناه من الموافقة. تفضل تفضل. التكليف. ها؟ لا هو وصلنا. وفين المقدمات كلها؟ لا لا ما كملنا. لا لا. شوف هذا القطع قرأناه وصلنا هنا إلى هذا الفصل. نعم. ما قرأناه. هذا هو ما قرأناه. هذا قرأناه. وصلنا إلى هنا. نعم. قال إن أعظم الناس يشرب. نعم. ومن هنا. نعم. أطيح. لكن هذا حديث جبريل ذكرناه. طيب. شوف بعده. وهو وقال إنه من أعظم الناس. يكون هنا هذه. يلا. صفحة 77.
تفضل شيخ. امسك امسك الكتاب اقرا منه. ومن هنا لو اذاعه موجوده ولا لا لا من هنا وين خلال 77 نعم هذا بحسب الظاهر كل وروي بسم الله الرحمن الرحيم. شوف هذا وروي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان الله تعالى نزل احسن كتابا من المتشابه وهو بالنص قد رد عليه فيما سبق وانه لا ينبغي السؤال الا فيما يريد بدعه بذلك ثم بدوا بدلا فقال حدثنا حديثا من فوق التوحيد ودون الطعام فنزل سوره يوسف كل حديث في ظواهر القران وتأمل سفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صبيغ صبيغ فيه روايتان صبيغ وصبيغ نعم مع صبيغ في سؤال من الناس عن الشام من القرآن لا لمن يعي حقهم وتأديب عمر وقد سأل ابن الخطاب عن ابن الخطاب رضي الله عنه والدليل على القرآن من فقال الرعيد ويلك سل ربا ولا تسال عما مما جابك فقال له الربا افرايت السواد الذي حرمك قال اعمى سال عما معك مما جابك ثم ساله عن الشارع وفي حديث قال وكان مالك نفسه بحرف الان فيما ليس تحته عمي ويحكي تراهيبه عما وبيان عدم استحسانه من اوجه المتعلم بسم الله الرحمن الرحيم اذا وصلنا في شرح الموافقات لابي اسحاق الشاطبي رحمه الله الى قوله وروي ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملوا مله هو هنا يحاول إثبات هذه القاعدة التي قعدها وهي أن كل علم لا ينبني عليه عمل فهو مرجوح ولا ينبغي أن يشتغل الناس به فلذلك استدل ببعض الأحاديث والآثار فمنها هذا الحديث عن عروية أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملوا ملة أي شق عليهم ما يسمعون من كثرة العلم والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة في الأيام مخافة السآمة عليهم أي مخافة الملل فلذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان يعظ الناس كل يوم خميس فقالوا وددنا لو ذكرتنا كل يوم قال إنما أتخولكم بالموعظة في الأيام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا والسآمة الملل فالعلم يحتاج فيه الإنسان إلى إزالة ملل ولذلك كان أهل الحديث وهم أول المشتغلين بالعلم في هذه الأمة فالعلوم في هذه الأمة أصلها علم الحديث علم الحديث منه اشتقت العلوم كلها
علم العقائد وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم التفسير وغير ذلك من العلوم كلها مشتقة من علم الحديث. ولهذا فإن كتب الحديث الكبرى يوجد فيها كل هذه الأبواب. مثلا إذا قرأتم صحيح البخاري ستجدون فيه كتاب العلم، وتجدون فيه كتاب الطهارة، كتاب الوضوء، وكتاب الصلاة، وكتب الفقه. ثم تجدون فيه أيضا الكتب المتعلقة بالقرآن كالتفسير وما يذكر معه من القراءات والفضائل، ثم ذكر السير والمغازي، ثم كذلك فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذلك. ثم بعد ذلك تجدون فيه أيضا ما يتعلق بالاعتصام بالسنة وما يتعلق بالتوحيد، ثم تجدون فيه الرقاق والمواعظ. فتجدون بهذا أن كتب الحديث هي أصل العلوم كلها في هذه الأمة، فمنها انشقت العلوم. فلذلك أهل الحديث كانوا يعالجون الملل عن طلاب الحديث بما يسمى بالإحماض. والإحماض هو أن يقرأ المحدث شعرا أو أدبا أو حكاية أو طرفة يقطع بها الملل عن السامعين، فكانوا يحمدون ويرون ذلك مندوبا. ولذلك قال العراقي رحمه الله في أبية الحديث: ويندب الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات أو النوادر. يندب الإنشاد في الأواخر، يندب الإنشاد الشعري في الأواخر أو أواخر مجالس التحديث في الله قلبك بعد الأحاديث بعد الحكايات أو النوادر، ذلك بعد ذكر الحكايات أو النوادر. وكان بعض الأصوليين يفعلون ذلك، منهم صاحب الشاطبي رحمه الله. الشاطبي ألف كتابا سماه الإفادات والإنشادات، ومطبوع إفادة إنشادة. إفادة يذكر فيها نكتة أو فائدة علمية، ثم إنشادة يذكر فيها أبيات من الشعر. ولهذا ذكر الصحابة الكرام كل ملة أحسن منه ذلك مرة. فقال يا رسول الله حدنا، سألوه أن يحدثهم أن يقص عليهم قصصا. فالإنسان مولع بالتواريخ والأخبار الماضية، صدها مما يسهل عليه كثيرا من الدروس وكثيرا من الأمور. وهذا معنى حديثنا، أي حدنا في تاريخ الأخبار. فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فالله سبحانه وتعالى أجابهم بأن أنزل عليه هذه الآية من سورة السمر، وهي قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث. وحدثنا أحسن الحديث هو كتاب الله جل جلاله.